والله أنا أوجه نداء الصراحة، ما هو داخلي، نداء للأمير للشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، أنه يمد لي يد العون ويعالجني يعني على نفقاته الخاص. نعم، يستاهل الشيخ محمد إن بن شاء الله زايد أنك ولي ما راح عهد، تحتاجين الشيخ لكن أنا محمد أتمنى مهما كان شخصية، الحال. أتمنى شخصية، أنا أوجه دعوة للموسرين هنا سواء كانوا أمراء ولا وزراء ولا رجال أعمال، ما ودي أحد يعالجك إلا أهل ديرتك، صحيح. أنت لك حق على لأنه هذا المجتمع حق ولك مكفول. حق على الدولة أنها تعالجك، ما فيك كلام ولا نعم تضطرين لأحد من الخارج يعني. نعم، إن شاء الله ولعل البرنامج هذا إن شاء الله تعالى إن شاء الله يفتح لك يسهل، إن شاء الله يفتح يسهل لك مع آفاق تقديرنا كلكم الكبير لاسمه يعني. الشيخ محمد اللي وجهت له الدعوة، ولكن إحنا أنا أتمنى شخصية إنه تعالج حليمة من أهل البلد. شكرا لضيوفك.